شاعرة غنائية شابة، أغنياتها لها مذاق خاص، مذاق محبب جدا للناس. الناس حبت معظم أغانيها اللي هي ألفتها، سواء سمعوها على الكلاودات أو شافوها أو حطوا عليها مقاطع على التيك توك أو شغلوها في الإذاعات وفي الراديو. الحقيقة إنه انتشار أغانيها كان في حالة من البهجة، هي اللي كتبت وألفت الغزالة رايقة، من الناس الحلوة سيئة، يا سيدي يا جماله ماله الضغط كتير عليه، وهي اللي قالت يا دنيا علمينا ما تعلميش علينا، وهي اللي قالت ده مكاننا في حتة تانية مش جنب الناس التانية، هي اللي قالت ده احنا القلب اللي طاير متشعبط في الحياة مهما نلف في دواير زي الريشة في هواه، وهي اللي سألت هي فرحة لها صوت، قهقهة للضحكات، جلجلة الأغنيات، زقزقة للعصفور، طبطبة حتى تدق طبول. منا القيعي، والدها هو اسم مهم جدا في صناعة كرة القدم، تحديدا في النادي الأهلي، أشهر مهندس صفقات في النادي الأهلي الكابتن الكبير عدلي القيعي. حقيقة إنه البنت وأبوها أو الأب وبنته مجموعة من المواهب من زوايا مختلفة من مناطق مختلفة. خلينا نرحب بمحبة وتقدير كبير جدا لكابتن عدلي القيعي والشاعرة الشابة منا عدلي القيعي. كابتن عدلي القيعي ومنا عدلي القيعي. سعيدة جدا بوجود النجمين وصناع بشكل أو بآخر في مجالين مختلفين. اهلا بيك، احنا السعداء اللي موجودين مع حضرتك النهارده. انا الاسعد جدا. ايه بنت دي؟ ايه بنت؟ ايه بقى؟ منا خليكي ساكته. ايوه مش هقول. ايه بنت دي؟ ايه الاغاني الحلوه اللي كتبتها دي؟ هي فاجئتني. هي بتكتب من زمان من صغرها، بس ما كنتش فاكر ان هي هتوصل للحته دي، لان هي لما هي دخلت الجامعه الامريكيه دراستها ماسكوم، يعني كان عندها اكتيفيتيز وانشطه وبتاع، لكن لما بطلت ابتدت راحت في سكه وبعدين تكتب شعبي. هي اول اغنيه ناجحه عملتيها كانت يا دنيا علمينا، دي كانت اول واحده. دي كانت البدايه خالص. كانت يعني البدايه، قبلها كان ليها تجارب كده بشكل يعني هاوي. بس بعدين بسبب يعني شغلي في مجال الدعاية والإعلان قابلت حسن الشافعي وتعرفت عليه في خلال إعلان. وقلت له أنا نفسي أكتب شعبي يعني، وهو قال لي شعبي عارفة اللي هو شكلك ما يجيبش يعني، قال لي قلت له بس تعالى نجرب ونشوف يعني. ففعلا هو حسن يعني اول حد يقول لي طب تعالي نجرب يعني، فروحنا وقعدنا نجرب يعني ما كانش في جايد لاين للاغنيه، ما حدش قال لك احنا عايزين اغنيه عن كذا وكذا، ده كان يعني كتابه حره. لا كانت كتابه حره. انا في الاول ابتديت قلت لحسن ان دي حاجه انا نفسي فيها، فهو لما جه الوقت ان هو حس ان هو عايز هو كمان يعمل كده، انا جيت في باله يعني افتكرني. فكلمني بقى. قلتي ايه بقى الكلام؟ كنت بقول الدنيا دي ليها يجي ست وشوش، غلابة وذيابة وشر وطيابة وملايكة ووحوش، قالوا مش شطارة تكتم في نفسك ولا من الرجولة كتر الكلام، طب أمارة إمتى هنعجب، إمتى هنكون في عينك تمام، يا دنيا علمينا ما تعلميش علمينا.